صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بيوم من حياتي. أنا رنا من غزة فلسطين، زوجة وأم لأربع أطفال وباحثة دكتوراه ومتخصصة في مجال علوم المياه والبيئة. بحب أقولكم صباح الخير. صباح الخير لعصافيري، اليوم مشمس وجميل، يعطوني دفعة من التفاؤل. طبعا في كل يوم بحضر حالي للشغل وبكون جاهزة ليوم جديد. بحضر الفطور أنا وزوجي وأولادي، نفطر الفطور الزيت والزعتر، الخيار والبندورة، الحمص، الزيتون والبيض، الفليفلة. بعد هيك بودع أولادي وتسهل على شغلي كمرشدة بيئية في التوعية لقضايا البيئة وقضايا التلوث وتغير المناخ وكيفية التكيف منه. طبعا لقائنا اليوم في مدرسة لطالبات الصف الرابع، رح نتكلم عن تأثيرات التغيرات المناخية على غزة وعلى الكون والبيئة. كل معلوماتنا نجيبها من مصادر موثوقة ومواقع إلكترونية معتمدة حتى تكون معلوماتنا وأرقامنا وإحصائياتنا أكيدة. بعد الدوام طبعا بروح على بيتي وبعمل عصير الفراولة، عصير صحي ولذيذ ومن فراولة غزة. بعد هيك طبعا ما بنسى قطتي اللولو، أنا اللي بهتم فيها وبعتني فيها، مع أنها هي قطة أولادي ولكن أنا اللي بعتني فيها. في المساء بتابع دروس أولادي، بشوف إنجازاتهم، شو عملوا وشو أنجزوا في مدارسهم. وآخر النهار أحب أخذ جرعة من الاسترخاء، زيت الليمون بيساعدني على الراحة وبيساعدني على النوم وكمان بيجدد خلايا البشرة. وهيك بكون أنهيت يوم حافل بالإنجازات والنشاطات واللقاءات، وتصبحوا على خير.